احنا السنه هذه في معرض كوميكس مشاركين بثلاث تطبيقات. التطبيق الاول تطبيق البوابه الداخليه، وهو تطبيق يختصر زمن الموظف، تطبيق خدماتي وهو الموبايل ابلكيشن، فيه جميع الخدمات الالكترونيه الخاصه بالموظفين، وتطبيق بنك الدم يمكن من خلاله عمل حملات تبرع بالدم وانجاز كافه اجراءات الحمله عبر التطبيق. نمثل دولة الكويت اليوم في كوميكس 2019 من خلال عرض لخدمات وزارة العدل، قناة بوابة العدل الإلكترونية. تقدم وزارة العدل 40 خدمة إلكترونية و260 خدمة معلوماتية، تخدم شريحة كبيرة من المستفيدين من المواطنين والمقيمين، الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات. We've asked a couple of solutions, and one of these is my favorite toy. It's actually a transformer. What do? We transform workspace, and we have products from secure file sharing used by our Singapore government, all the way to the storage, hybrid storage solutions that solve the remote branch office problems, and crisis communications that helps to deal with emergency situation, and our latest hybrid messaging modules that can solve the all the messaging problems of the banks and the government.